اعطيك ملابس هذا. احكي لي عن حالك. انا استاذ حصل على شهادة بكالوريوس في الطب العام. اعطيني ملفك. تفضل. معك توفل؟ نعم استاذ. شهادات خبرة عندك؟ نعم استاذ، عندي شهادة من مستشفى. مزاولة؟ ايضا عندي مزاولة. نعم. شو اللغات اللي عندك؟ استاذ انا بتكلم. هلا ابو خالد. هلا هلا، حياك الله. هلا بالغالي، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ عرفته عرفته، ابن اخوك تخرج جديد. مش مشكلة الشهادة، تليفونك شهادة. ارسل لي اياه غدا يسلم الوظيفة. لا لا، ما في داعي للصور والشهادات. تمام تمام، ابشر. هلا هلا، منشوفك ان شاء الله. ارسله غدا يسلم الوظيفة. تمام، شكرا. شو اسمك؟ معكم الدكتور محمد افندم. دكتور محمد، شو اللغات اللي عندك؟ حضرتك عندي عربي. تستظرف؟ مع ايضا انجليزي. تركي عندك؟ صراحة ما اعتقدت انه العمل بلزم تركي. انا بقرر، احنا المنقرر. احكي لي يا محمد. تفضل استاذ. واحد زيك هيك ما شاء الله السي في تبعه وما بيعرف يحكي تركي. والله يا استاذ ما في وقت فراغ، وقتي كله في المشفى. ما عندك وقت فراغ؟ ما سمعت عن التعليم اونلاين؟ والله صراحة لا، بس هحاول ان شاء الله في المستقبل. تفضل، الله معك، ان شاء الله بنحكي معك بعدين. قسم السكرتارية بتواصل معك. استاذ ممكن اعرف كم الراتب عندكم؟ الراتب بعد ما نوافق عليك ان شاء الله بنحكي فيه. بتواصل معك قسم السكرتارية. تفضل، الله معك. سبل المعالي مخلصة ترجو من الرحمن رفعة منزلي، شمر وكن للعلم دوما طالبا، لا تيأسن ففيه عذب المنهل. استاذ محمد صار مع لغة تركي، ممكن أعيد المقابلة؟ بأن أتعلم. لازمنا فرنسي. يعطيكم العافية أحبتي في الله. في البداية نريد أن نشكر الأستاذ حمزة على مشاركته لنا في هذا الفيديو، وشرفنا وأسعدنا في هذه المشاركة. بارك الله فيك يا أستاذ محمد. الله يحفظك. أسعدك. وللعلم هو مدير قسم الاستعلامات في سنابل، وهو يوظف ويفصل على أرض الواقع. أتمنى أن لا يمر عليكم. بس ليش بهذا اللعب؟ حياك الله، شرف عظيم يا أستاذ محمد. أحببت أحبتي في الله، من خلال هذا المشهد الدرامي البسيط أن أحدثكم عن دورة لتعلم اللغة التركية أونلاين. يعني يكفي أن تحضر كوب نسكافيه وتجلس في بيتك وفي وقت فراغك وتتعلم لغة جديدة. هذه المنصة هي منصة حقيقية أونلاين، يوجد أستاذ حقيقي يخاطبك بشكل مباشر من خلال هذه المنصة ويحاول تعليمك لغة جديدة ألا وهي اللغة التركية. أيضا ستتمكن من الحصول على شهادة معتمدة تستطيع التقديم لها في الجامعات أو في السي في الخاص بك بشكل عام. أيضا كما أخبرتكم هي منصة كصف حقيقي تكون، يوجد اختبارات، يوجد متفوقين. الشخص المتفوق هناك سيحصل على رحلة سياحية مجانية شاملة كل شيء إلى مدينة إسطنبول ليتكلم بهذه اللغة مع أصحاب اللغة أنفسهم، وأنا أيضا سأقابله إن شاء الله إذا أحب، وأتكلم معه أيضا بالتركي أو بالعربي كما يريد. فوضعت لكم معلومات هذه الدورة وهذه المنصة في الوصف، إذا أحببتم اشتركوا معهم وأضيفوا لغة جديدة للغتكم. وأنوه أيضا أن هذه الدورة رسومها بسيطة جدا، شيء رمزي مقارنة بالمراكز الأخرى. فإذا أحببت، كون أنك الآن في رمضان أو في عطلة صيفية، فجميل أن تضيف علم لعلمك، وجميل أن تلتحق بشيء أو تخوض تجربة جديدة ألا وهي التعلم أونلاين. فسجلوا معهم، ونتمنى التوفيق للجميع، ومتشوق لأقابلكم هنا في مدينة إسطنبول إن شاء الله. دعواتكم، ودمتم في أمان الله.